جرى عشية يوم السبت 21 فبراير 2015 بمقر المكتب المحلي لحزب الحركة الشعبية ببرشيد تأسيس المكتب النقابي الإقليمي للنقابة الشعبية للمأجورين بحضور الكاتب الوطني حسن المردي وعضو المكتب الوطني وموسى الخضراوي الكاتب المحلي لحزب الحركة الشعبية ببرشيد، حيث تم انتخاب خالد الهدني كاتب إقليمي لنقابة السنبلة. احنا اليوم كنتواجدوا في اقليم برشيد، هو اقليم زاخر بواحد المجموعه ديال الطاقات، وفي اطار العمل والبرنامج اللي مسطراه النقابه الشعبيه للمأجورين من خلال التنقل على الصعيد الوطني لواحد المجموعه ديال الاقاليم، الحضور ديالنا في مدينه برشيد وهو تاسيس المكتب الاقليمي للنقابه الشعبيه للمأجورين في مدينه برشيد، وهذا التاسيس هذا ما كيجيش عن فراغ، وانما كيجي مسطر من خلال انه البرنامج الأساسي ديال النقابة الشعبية للمأجورين اللي مبني على التخليق ديال العمل النقابي. النقابة الشعبية للمأجورين جات لبرشيد على أساس أنه باش تخلق العمل النقابي، باش تعطي قيمة مضافة إيجابية للعمل النقابي على الصعيد ديال هذه المنطقة اللي هي زاخرة بالشباب، زاخرة بالأطر ديالها، اللي هي فيها واحد الكفاءات كبيرة. إنما احنا جايين على أساس أنه باش نزيدوا اللبنة ديالنا فيما يخص التأطير ديال هذه الفئات هذه اللي شيئا ما تائها، وحنا راه الاشاره بحكم التجربه ديالنا، بحكم التمثيليات اللي هي كتوفر عليها النقابه الشعبيه للمأجورين على الصعيد الوطني، باش نديروا اللبنه ديالنا، اللمسه ديالنا في مدينه برشيد. وبالمناسبه كنقدم واحد الشكر الكبير للاخوان اللي استقبلونا وحضروا معنا وساندونا، وحنا الى الامام، وهذا العمل هذا راه ديال الصالح العام في اطار تخليق ديال العمل النقابي. جينا اليوم واحد السبت 21 فبراير، جينا أسسنا هذا المكتب بالحضور ديال السيد الكاتب الوطني السي حسن المرضي، والعضو محمد الفقيهي، والسي موسى الخضراوي اللي كنحيو في هذا النضال ديالو في هذه المدينة بأنه رجل مزيان وعطانا الثقة لهذه المدينة. وهذه النقابة هذه راها نقابة معروفة وطنيا، جينا باش نأطروا الناس وباش نتعاونوا على هذه المدينة، لأن مدينة برشيد مدينة النضال، لان خص الناس ديالو يتاثروا ونزيدوا لقدام، لان عندنا مشاكل كثيره، عندنا مشاكل كثيره في مدينه برشيد، لا بالنسبه للمنطقه الصناعيه ولا بالنسبه للتجاره الداخليه، يعني جميع القطاعات، لا بالنسبه للقطاع الخاص ولا بالنسبه للقطاع العام. انا سعيده اليوم بالحضور ديالي في النقابة الشعبية للمأجورين، كنمثل فيه المرأة المأجورة بصفة عامة، وكنادي كاع السيدات باش يجيو ينضموا لينا، ومرحبا بهم. أنا اليوم جيت كنت من الحضور اللي كيمثل الحركة النسوية، اللي كنتمناو أنها تكون توضع البصمة ديالها، اللي كنتمناو أنها توضع البصمة ديالها في النقابة الشعبية للمأجورين، واللي كنتمناو بان النساء يكونوا حاضرات بقوه ويفعلوا حتى هما الدور ديالهم ويفعلوا حتى الراي ديالهم، وتكون عندهم البصمه في المجتمع وفي الاقليم ديالهم. وياتي تاسيس هذا الاخير في اطار الهيكل واعاده تنظيم وتكثيف الجهود من اجل تاسيس الجامعات الشعبيه والمكاتب الاقليميه والجهويه، قصد تكريس الاهداف التي تسعى النقابه الشعبيه للمأجورين الى تحقيقها على مستوى التنظيم وتخليق العمل النقابي والمتجلي في المحافظه على مكتسبات المأجورين والدفاع على حقوقهم من خلال نهج سياسه حقيقيه تستجيب لطموحاتهم من جهه، وتسعى لتاطيرهم فيما يتعلق باحترام الحقوق والحريات النقابية التي يضمنها الدستور المغربي من جهة ثانية.